السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وبطبيعه الحال فيديو جديد. اليوم جيت نشارك معكم واحد شويه ديال المشتريات. المهم هما مشتريات عاديه، غير مشيت لواحد السوق فيه داكشي ديال الجوطيه اولا البالي، كل واحد وشنو كيسميه. المهم خديت شي حوايج من البالي، شي حوايج من جديد، وجيت نشارك معكم اخر ما مشترياتي. ندوزو نبداو باول حاجه. خديت هذه، كاينه سوق على شي دار مغربيه كتخطاها هذه، انا ما كانتش عندي، يلا شريتها. وفي داك السوق مع قلت لكم شويه كيكون بحال رخيص، هذه خديتها ب 10 دراهم. المهم صفايا، انا كانت عندي غير دوك الصغارين، يعني هذه يلا خديتها دابا، زوينه ب 10 دراهم يعني متوسطه. هذه اول حاجه. ندوزو، خديت هذه قطعه من هنا، هاد الشيء بيضه ومن هاد الشيء ها هي التفاح مبقى بلاستيكتها. هذه ديما كنمشي للمحلات وداكشي كنلقاها ب 15 درهم ولا ب 20 درهم. المهم هي راه كبيره نتوما كتشوفوها. هاد المره خديتها غير ب 260 13 درهم بس خديتها، صراحه زوينه. المهم راه عندي انا ديال الخشب مبقاتش عجباني. هادو خديت، هادو خديت هاد الكويس لولدي فيه دوك الرسومات، المهم كان صافي. هدا خديتو ب 3 دراهم. خديت هادو ماس كيصلحو للتيسير، المهم معرفتش كيفاش باش نوريهم لكم بحال هكا. هما 6 كيجيو جوج بيستاج، جوج بالزرق، جوج بالغوص بحال هكا. عندهم هاد اللعيبة كتحيد، يعني آمنين بالنسبة للوليدات الصغار على الأقل إلا حطيتيه. وفيهم قليبات، هادو ب 15 درهم، ب 6 ب 15 درهم، صراحة زوينين عجبوني، يعني الخضر والغوص والشويبي زوينين بالنسبة للديسير. وهذا زوين فين وصلنا دابا؟ نزيد داكشي ديال الجوطيه، صراحه ما خديتش بزاف ولكن خديت هذا هو الطقوس. ودي الله يهديك تسحبي، هو داير بحال هكا ممكن تداك فتحي. وهنايا فيه بحال جويبات، وهنايا فيه سلسلة، ومن الداخل بلاستيك. صراحة أنا هذا خديتو على قبل السفر، يعني ملي كتسافرو داكشي اللي كتاخدو ديال الدوش مثلا لي شامبوان لي صابون وهذا ما كيعجبنيش نديرهم في طقوس عادية. كيف ما قلت لكم أنا خديتو على قبل السفر، سمحوا لي قطعت الصوت كان صداع. نتوما كتشوفوا من الداخل راه بلاستيك، شفتوه؟ علاه قبل السفر خديته هكا؟ المهم باندوش اي حاجه اللي خايفين انها يعني تحل ولا شي حاجه في الشنطه، من الاحسن يكون تخوص بحال هكا. صراحه كنت كنقلب عليه شحال هادي وما لقيتوش، يعني في الجديد كيكونوا غاليين. هذا خديته غير غالي وقيلا بشي 3 دراهم. 3 دراهم هانتوما كتشوفوا فيه كيفاش داير، هو من برا داير توب ومضوب البلاستيك، صراحه زوين عجبني وكبير، يعني انتم كتشوفوا راه زايد على يدي. بغيت نديرو على حساب السفر او في الصفيفر بحال بحال هكا. وهنايا خديت هادي، ما عرفتش واش كتبان ليكم سوفيتمون، وهي دايره بحال هكا منور بحال هكا، زوينه صراحه وتوبها زوين بحال الاستيك. هانتوما كيابي لا اغلى على مسكين، هادي خديتها ب 5 دراهم، صراحة عجبتني. وهاد الغوز هذا، وخديت بحال هانيت في البيض، ها هي هانتوما كتشوفوا زوينه حتى هذه. المهم هادو صيفيين، يعني بالنسبه لي انا كلبسهم في الدار. النايك اسيدي ويا لاله،
حتى هذه خديتها بخمسة دراهم. هادو يلا جبتهم مازال ما صبنتش، هذا غنصبنهم. وخديت هذا ولدي صراحه زوين غزال عجبني، تنسدو لكم حيت باش كيتسد عاد كيبان الشكل ديالو. حنا غادي نفرميو له السلسله دابا، هذا في جويبات هنا زوين صراحه نتوما الجديده ديالو ديك. هذا خديته ب 10 دراهم صراحه عجبني زوين، واخا المهم هو مبرد يعني ربيعي ماشي تقولوا شي سخونيه تقول زعما ديال البرد، ربيعي زعما ماشي سخون بزاف يعني مازال غادي يلبسو قوي ملي جا كامل تحت ولا مازال غادي تلبس انتها صافي مكمله. وخديت هادو هادي شي زريعه ما عرفتش ديالاش راجلي خداها، خديت هادو حبقات صغار خديت منهم ربعة صراحه راه لقيتهم غير بربعة دراهم كل واحد، وانا ديجا عندي يعني بزاف ما يدار فيهم يعني متوسطين ماشي صغيرين وماشي كبار. خديت منهم ربعة حيت دابا لقيتها ديال الزرع الناس اللي باغيين يزرعوا الورد ولا شي حاجه، هادي هي لقيتها ديالو مارسو افريل يعني الواحد يزرع فيهم. ايوا هادو هما المشتريات ديالي لليوم، نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش لي لايك ولي كومونتير زوينين بحالكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين لتحت ديال لا فيديو، كاين واحد الابوني في الاحمر وكاين واحد الجرس صغير حتى هو كليكيو عليه باش يوصلكم كل جديد، والى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.